بعد الأزمة يلي صارت مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجة الدكتور فادي الهاشم، بلش الموضوع يتطور كتير على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر فيديو لشخص من الجنسية السورية عم يهدد بكل وضوح الفنانة اللبنانية وعائلتها بالقتل، لأنه الدكتور فادي الهاشم حسب حكيه قتل شخص من ضيعة وعائلة بتآمن بالطار وما رح تتنازل عن حقها ورح تنتقم. هالفيديو أثار الجدل وسبب صدمة على مواقع التواصل، وطلب الجمهور من نانسي إنه تنتبه على حالها. أكدت الفنانة السورية أصالة أنها كانت بتتوقع نجاح غنيتها الخليجية الجديدة شامخ، لأنها كانت جريئة بالتمثيل خلال التصوير، وعن اقتباس كليب الغنية من كليب دير سوسايتي للفنانة الأمريكية ماديسون بير، قالت أصالة إنه هالموضوع ما بيأذي حدا، لهيك ما بتشوف إنه في مشكلة بالموضوع. فاجأ الفنان المغربي سعد المجرد الجمهور من بعد ما أعلن أنه عم بحضر لفيلم بالسينما قريباً مع الممثل المصري محمد رمضان يلي قدم معه غنية إنسى وحققت نجاحات كبيرة. وقال سعد بالحفلة يلي عملها مع محمد رمضان بدبي أنه عم بحضر لفيلم سينما بيجمعهم وكانوا وعدوا جمهورهم فيه. وصلت الممثلة اللبنانية كارمن بصيبس والممثلة رانيا سلوان على تركيا يوم الجمعة الماضي ليبلشوا تصوير مسلسل عروس بيروت بموسمه الثاني، وبلشت التحضيرات لبروفات الشعر والمكياج للشخصيات يلي عم تجسدها كل وحدة منهم، ورح يبلشوا تصوير يوم الثلاثة بمشاهد بتجمع بين سوريا وطلال وداليا حسب معارف موقع الفن. انضم الممثل السوري معتصم النهار لفريق عمل مسلسل أسود فاتح بطولة الفنانة اللبنانية هيفا وهبة يلي رح ينطلق تصويره الأربعاء ببيروت، وبيبقى في شخصية نسائية رئيسية وحدة تم الاتفاق معها ورح يتم الإعلان عن اسمها بهاليومين، ومن المقرر أنه ينعرض المسلسل بشهر رمضان المقبل، وعلى أساسه رح يكون لمعتصم أكثر من عمل بالموسم الرمضاني اللي جاي. علق المنتج البحريني محمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة على موضوع منع مرته واختها من السفر بسبب اتهامها بقضية الصفحة يلي بتفضح المشاهير، وقال محمد انه لا دنيا ولا اختها موجودين بالتحقيق ومنهم ممنوعين من السفر، ما في من هيدا الحكي كله. كشفت الفنانة العالمية شاكيرا عن سبب عدم زواجها من اللاعب الإسباني جيرار بيكي مع أنهم مرتبطين من 10 سنين وعندهم أولاد، وقالت أنها بتخاف من الزواج وما بتحب يشوفها جيرار بصورة الزوجة وبتفضل تكون الحبيبة أو العشيقة ليفهم أنه كل شيء ممكن حسب كيف بيتصرف معه. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكم كل جديد.